طيب الحين انا انت الان خاطرت او غيرت نموذج العمل من التوصيل الى انك تفتح متاجرك الخاصه. في سؤال ثاني انه ممكن السوق يتغير بانه ما يعتمدون على يعني مثلا زي هانجر ستيشن او جاهز او مرسول اللي هي التطبيقات المتعدده. انه انا ليش احط تطبيق المقاضي وتطبيق هو ما تطبيق واحد ويسوي لي كل الخدمات، ما تخاف انه هذا نموذج ممكن ياثر عليك؟ احنا بالعكس حليف لباقي التطبيقات، يعني نعناع مدرج الان باكثر من تطبيق موجود بالسوق، يعني ما هو احنا فقط نبيع من خلال تطبيق نعناع، لكن تطبيق الناس الان كسلوك يحبون التخصص، انت تلقاك تروح للمكان الفلاني لانه متخصص محل الخضار، فبالتالي العملاء بالنهايه يحبون التطبيق المتخصص اللي يقدم لهم اللي عنده تجربه مخصصه لقطاع المقاضي. انت تلاقي نعم تطبيقات لكن كل واحد عنده تجربه مختلفه تتناسب نوع مع نوع عميله الاساسي.